بجد والله يعني نفسي اعرف انت بتقول ايه في الفيديوز دي. بقول ايه في الفيديوز دي؟ حلو السؤال ده. بقول كل حاجة الناس لازم تعرفها عشان ما تفضلش عايشة كده مضحوك عليها. يعني ببساطة كل حاجة انا وانت واللي زينا عملناها غلط. ايوة، ما هو الغلط من وجهة نظرك ممكن يكون صح من وجهة نظر حد تاني. مش مظبوط، اي حاجة تتعمل في الخفة تبقى غلط ولازم تتغير. يا سيدي افترض هو مش عايز يغيرها. الله، مش مشكلتي. يبقى يستحمل انها تتعرف ويتعاقب عليها عشان يضطر يغيرها. وانت بقى هتستفاد ايه من كل ده؟ انا مش فاهم. هستفاد ان اموت مبسوط. تموت مبسوط؟ على فكرة يا تيمو انت بتقول اي كلام. انت بتعمل كل ده عشان اللي حصل لهالة. من ساعة اللي حصل ده وانت متغير تماما. بصراحة مش قادر انسى بصتها ليا وهي جوه القفص وانا قاعد مكتف مش عارف اعمل لها حاجة. احنا ضيعنا حياة بنت ملهاش اي ذنب زي ما ضيعنا ناس كتير غيرها. لازم نوقف اللي بنعمله ده. توقف ايه بس يا تيمو؟ يعني انت هتضيع نفسك وتضيعنا عشان بنت لوكلا زي دي؟ لو قلت بص، لو قلت نص كلمة عليها لن تصاحبي ولا اعرفك. بس وما ادانيش فرصة ان انا اقوله ان هالة مضيع نفسه عشانها دي، مدمنة مخدرات. هالة مين اللي مدمنة مخدرات؟ هالة علي الشامي، مدمنة مخدرات واوسخ انواع كمان. بس ما قدرتش اقوله كده طبعا عشان ما حطمش احلامه، لانه كان شايفها مختلفة او على الاقل كان شايفها زي حبيبة. لكن هل علي دي يا فندم من بيئة واطية ومستعدة تعمل أي حاجة عشان توصل؟ وطبعا ما لقيتش غير ابن صاحب المحل عشان تلعب عليه، لكن في الآخر أحلامها كلها باظت. طب يا كريم، أنا لازم أمشي حالا. يا فندم، يا فندم، أنا لسه ما خلصتش كلامي. يا رامز باشا،